ورجعت لكم بعد غياب بقوة إن شاء الله. بيوت ماينكرافتية بكل الأشكال والألوان والوضعيات كمان. اليوم راح أبني لكم بيت صغير ومرتب وبنفس الوقت حلو وراح يعجب الكل. شوفوا الفيديو للأخير وادعوا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف أشكركم إن شاء الله تكونوا بعد خير ورجعتكم بفيديو جديد موضوعين يا شباب عن لعبة ماينكرافت ورجعنا لسلسلة بناء البيوت. طبعا يا شباب وين كنت غايب؟ غايب مع الأسف صار لي أسبوعين ما نزلت ولا فيديو لأنه اليوتيوب حذروني من نشر الفيديوهات يا شباب. ليش؟ ما بعرف، لأنه أعطوني سترايك، صار عندي سترايك تاني كمان، فهلا حاليا رجعت أنشر الحمد لله. راح أول سترايك، باقي عندي سترايك واحد، فراح أحاول ما أعمل مخالفات، وأنا أصلا ما عملت مخالفات، بس أقسم بالله يا شباب ظلم بظلم أعطوني السترايك التاني. هلا خلصنا الحمد لله من أول سترايك، بعد شهرين تقريبا شهرين ونص راح نخلص من الاسترايك الثاني اللي على القناة، وان شاء الله ما يكون عندنا اي انذارات تانية، وراح نكمل بنفس سلسلة ماينكرافت بناء بيوت، وراح يكون في سلسلات قوية قادمة جديدة يا شباب عن مودات ماينكرافت. المهم يا شباب خلينا نبلش بالبيت. بداية بتحفروا هذا الشكل مثل ما لكم شايفين، ثلاثة هون يا شباب، هون الطول سبعة وكمان ثلاثة بسبعة بهذا الشكل، ارضية كلها من حطة خشب. بعدها بنجيب بلوكات الكوارتز يا شباب، حبة هون بحبة هون، هون بنعيف حبتين، بعد الثالثة بنحط كوارتز، وبنعيف حبة فاضية كمان هون بنحط كوارتز بهذا الشكل، هون وهون كمان كوارتز يا شباب، الطرف المقابل نفس الشيء. هلا خلينا نروح المطر عشان يطلع الضوء نار ويبين البيت بشكل أجمل يا شباب. المهم نكمل، البلوكات العفناها فارغة بنعبيها كلها بالخشب بهذا الشكل يا شباب، رح يطلع معنا المنظر هذا. أو عفوا هون أنا مخربط يا شباب، بهذا الشكل لازم تعملوهن أنتم، هدول بتكسروهن هيك، هون لازم يكون عندنا خمس بلوكات، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة بهذا الشكل، وبنعملهم نفس الطول ونفس العرض يا شباب بهذا الشكل هيك، يعني راح يكون معنا المنظر بهذا الشكل مثل ما يكون شايفين مربع. يعني يا شباب راح بسط لكم اياها، سبعة بخمسة وثلاثات على دائر مدارات البيت من الوسط تماما. المهم يا شباب بعدها بنجيب الكوارتز، نرفع اربع بلوكات لفوق بهذا الشكل من جميع جهات الكوارتز مثل ما لكم شايفين، مثل ما انا عم ابني في الضبط، نرفعهم ونوصلهم ببعضهم بهذا الشكل يا شباب. وبعد ما رفعناهم كلهم بهذا الشكل بنجيب البلور يا شباب الاسود، او بلور اللون اللي بدكم اياه، انا برايي الاسود راح يكون احلى لون مع الكوارتز الابيض والخشب السبروس هذا يا شباب. هلا بقى شو بنعمل؟ بنجي بنحط منهم، بنبلش مثلا حبه بحبه بحبه، هدول ما بنسكرهم يا شباب، قدام الزجاج ما بنحط حبات، لا بنعيفهم هيك بهذا الشكل، هون كمان بنسحب هيك 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 هيك، بعدها بنعيف فراغ بلوكتين مثل ما لكم شايفين، بلوكتين يا شباب كمان هي بنسحبها هيك، نجي بنسحب بهذا الشكل، بنعيف كمان البلوك هي فارغه بهذا الشكل، دائر مدارات البيت يا شباب. هلا نحن هون نعم حطينا هي الزاويه، هلا كمان بنكمل هون هي الزاويه هيك، بنسحب هيك نعم 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 بهذا الشكل يا شباب. طيب هلا الفراغات اللي عملناهم هون يا شباب كلهم بدنا نحطهم زجاج بهذا الشكل، دائر مدارات البيت لازم يتعبى بالزجاج بهذا الشكل. طيب هلا نحن بدنا نحط باب للبيت يا شباب، نجي على الجهه اللي بدنا منها يكون الباب، مثلا انا بدي الباب يكون من هون يا شباب، هي منكسره بنحط هون درج، هي كمان منكسره يا شباب هيك بنحطها هيك هيك، وهدول كمان منكسرهم بنحطهم هيك هيك لحتى ناخذ منظر الباب او شكل الباب من هون يا شباب. بتحطوا الباب من هاي الجهه، او اذا بدكم كمان تحطوه من الزاويه هون ما في مشكله، انا راح اعيفه هون للباب يا شباب. هلا بقى بنجي للصافيه يا شباب، هلا الصافيه بنرجع بنرفع صف بلوك كوارتز، دائر مدارات الكوارتز هذول يا شباب بهذا الشكل، وطبعا مشان يكمل معنا المنظر اذا بدكم هاي الحبه بتكسروها وبتحطوا بدالها زجاج، مثلا اذا بدكم تعيفوها مثل ما هي بدكم تكسروها وتحطوها زجاج، انا راح اكسر حطه زجاج راح يطلع المنظر احلى يا شباب بهذا الشكل. وبعد ما رفعتوا الكوارتز يا شباب كمان بنجي في عنا تعديله شوي من جوا هون، بنرفعهم هيك بهذا الشكل، نوصلهم ببعض الخشبات اللي بالزوايا الخلف الكوارتز فقط مثل ما لكم شايفين، راح يطلع منظر البيت هيك احلى يا شباب. او اذا بدكم مثلا الزوايا فقط فقط الزوايا اللي هون مثلا تركوهم او عيفوهم بهذا الشكل، راح يطلع منظر البيت حلو ومرتب. هلا بقى يا شباب بنجيب درج السبروس بنحطه هيك بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، هاي منكسره اللي على الخلف بنحطه هيك، ونبلش نوصله دائر مدارات البيت يا شباب بهذا الشكل هيك، هاي لازم نكسرها نحطها بشكل مستقيم هيك، بنسحب الدرج السبروس يا شباب دائر مدارات البيت بالضبط هي هيك، لا كمان لازم كان وحده نعم هيك. وبعد ما سحبناها دائر مدارات البيت، هلا كمان بدنا نعمل حركه حلوه يا شباب، واللي هي بنحط حبه هون وحبه الثانيه بنحطها بهذا الشكل، يعني راح تطلع عكس هاي الحبه مثل ما لكم شايفين عكس. هلا فينا كمان نعمل حركه ثانيه حلوه واللي هي هيك يا شباب، لا انا بلشت خبص معلم، رجع هاي لهون، نرجع بنجيب الدرج بنعيف مثلا حبه هيك حبه هيك
نعم ناخد هذا الشكل يا شباب، فينا نعمله من كامل الاطراف بهذا الشكل لحتى ناخد منظر احلى للبيت. لانه لا انا شو راح اعمل يا شباب، راح اسعبها هيك بهذا الشكل هيك مثل ما انتم شايفين، راح يطلع معنا المنظر خرافي. دائر مدارات البيت راح يكون هيك بهذا الشكل. ومثل ما لكم شايفين خلصناها بهذا الشكل. طلعوا معي كيف طلع معنا منظر البيت يا شباب من هون، صار منظر رائع. هلا بقى بنجي لهون يا شباب، بنسكر السقف كله بالكوارتز بهذا الشكل لحتى ناخذ سقف ثاني للبيت او طابق ثاني بنحط فيه كمان بعض الاشياء اللي بفرجيكم اياها بالفيديو. وبعد ما خلصتوا السقف يا شباب، هلا بقى بنجيب الخشب بنحط هون بالزوايا ثلاث خشبات او خشبتين يا شباب بهذا الشكل، خشبتين بخشبتين، بنحط من كامل الزوايا يا شباب خشبتين بهذا الشكل، خشبتين بخشبتين، خشبتين خشبتين خشبتين. هلا بقى بنجيب الزجاج يا شباب، بنحط كله زجاج بهذا الشكل، صفين زجاج لازم يكون، دائر مدارات البيت يا شباب. مثل ما لكم شايفين اخذنا الشكل هذا يا شباب مثل ما لكم شايفين من الزجاج. هلا بقى بنجيب السلابات يا شباب، فوق الزجاج بنسحب صف سلابات فوق الزجاج فقط يا شباب هيك، يعني هون وحده، هلا هدول انكسروا بغلط، هيك 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 مثل ما لكم شايفين، هي عفناها فاضيه بهذا الشكل رح نعيفها. هلا بقى بنسحب بس فوق الزجاج يا شباب للاخير، نرجع نجيب وحده هيك وحده هيك 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 هيك، وبنسحب كمان هون، لا هي غلط، بنجيب وحده لهون يا شباب نسحب هيك وحده لهون هيك، بنسحب للاخير كمان هون وحده هيك 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 هيك، وللاخير يا شباب هون ما بنحطها. هلا بقى كمان حبه سلاب ثانيه يا شباب هيك بنحطها وبنسحبها، هي منكسره، بنجيب وحده لهون وبنسحبهم هيك بهذا الشكل. ومثل ما لكم شايفين يا شباب اخذنا شكل سقف البيت بهذا المنظر. طيب يا شباب، بعد ما نجيب ورا الشجر مثل ما لكم شايفين، بنجي لعند الباب لهون، بنحط بنبلش بقى ورا الشجر من عند الباب لدائر مدارات البيت، راح يعطينا كمان ورا الشجر هذا شكل خرافي، او اذا بدكم ورا شجر ثاني كمان راح يعطيكم شكل كتير كتير حلو، دائر مدارات البيت يا شباب راح يعطي جمالية حلوة للبيت. طبعا هون الباب ما بنحط شيء يا شباب، خلينا نجيب الباب، نحط الباب بهذا الشكل، نفتح بنسكر مثل ما لكم شايفين نظامي. هلا بقى بنشمع حوالين البيت بهذا الشكل يا شباب، خلي مشان منظر البيت من برا يكون فيه ضوء، والناس اللي تعدي من هون مثلا تشوف منظر البيت كامل، لانه دائما كل ما شمعت كل ما طلع البيت عندك احلى واجمل. مثل ما لكم شايفين هلا بقى بندخل بقى لجوا يا شباب، صار شغلنا كله جوا. اول شيء بنجي مثلا على هي الجهه يا شباب، بنحط هون سلالم لفوق مثل ما لكم شايفين، بنحط السلم بنطلع لفوق، صار عندنا طلعه لفوق. هلا المهم ما بدنا نطلع لفوق من هلا، هلا بقى شغلنا كله تحت لسه. بنحط بار بهذا الشكل، دائر مدارات البيت من هون هون هون. هلا انتم مثلا بتتسالوا هون ليش ما عم يحطهم في زجاج، انتم ما بعرف اذا مبين عليكم، ولكن ماينكرافت الواقعيه الزجاج هيك ببين لونه يا شباب. بنحط هيك هيك بارلات، بنحط هلا بقى تخت هون يا شباب، بنحط جنبه كرافتنج تيبل، وبنحط جنبه تشيست بهذا الشكل. وبعدها بنجيب التراب دورات، بنحط الثلاث تراب دورات بهذا الشكل، بنحط فوقهم بارلات بهذا الشكل عشان كمان يطلع هون معنا مساحه نستفاد منها بهذا الشكل يا شباب. هلا بقى كمان بنجيب الضوء، بنحط له ضوء هون عشان يضوي معنا المكان بهذا الشكل. طبعا هون الزاوية هي فيكم تحطوا فيها فرنين بهذا الشكل يا شباب عشان كمان ما يضل عندكم مساحة فاضية مو مستخدمة، ولا هيك بيكون عملتوا غرفة نوم بسيطة. هلا بقى بنطلع لفوق، فوق شو بدنا نعمل يا شباب؟ أول شيء بنحط هون بنكسر هي مثلا، بنحط هون هذا التراب دور عشان يسكر عنا الباب. طيب هلا هون شو بدنا نعمل؟ بنجيب الكتب يا شباب بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، بنعبي هون المنطقة شوية كتب بهذا الشكل، 3 من اليمين 3 من اليسار، بنرجع بنحط فوقهم صف ثاني يا شباب، بنحطه لك، بنحط هيك كمان صف ثاني. طبعا مثل ما لكم شايفين الكتب صاروا بتقدر تخزن فيهم على التحديث الجديد مثل ما وعدتكم انا حكيت بحلقه التحديثات. بنحط هون كمان صف كتب يا شباب هيك من قدامهم، صف كتب كمان من قدامهم، بنحط كرافتنج تيبل هون، بنحط انفل هون، بنجيب الاضويه مشان كمان يضوي معنا المكان، بنحط ضو هون ضو هون وضو هون. ولا بقى واخيرا بنجيب اله التطوير بنحطها هون بهذا الشكل يا شباب. هلا بقى كمان تشيستات هون اكيد راح يلزمونا، بنجيب تشيست هون، بنحط تشيست مع برل، وبنبلش بنضوي البيت كله يا شباب بهذا الشكل. هلا بقى بنجي لهون بنعبي كمان المنطقه افران هيك 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 هيك. بعدها بنجيب الجريند ستون بنحطه هون يا شباب، بنجيب المنشار طبعا الجريند ستون بنحطه بهذا الشكل عشان يكون لفوق. مثل ما لكم شايفين صار معنا البيت هون يعني معلم فيه كل شيء، في عندك اله التطوير انفل تشيست افران،
في عندك تحت كمان غرفة نوم يا شباب، وكمان بارلات للتخزين. ومثل ما لكم شايفين هذا هو منظر البيت من برا يا شباب. طبعا انا عدلت عليه بعض التعديلات، الزوايا هون كانت خشب كسرتهم وحطيت بدالهم زجاج، هيك طلع المنظر احلى. وكمان قلت بدي اعدل عليه تعديل جديد واللي هو نحط صف كوارتز يا شباب، سلابات كوارتز. بهذا الشكل راح يطلع منظر بيت خرافي جدا مثل ما لكم شايفين. خلينا نجربه. طبعا هي الزاويه هيك بدنا نبنيها بهذا الشكل، نعم زبطت مشي حالها. خلينا نحط كامل الاطراف كوارتز بهذا الشكل يا شباب ونشوف كيف راح يطلع منظر البيت مع بعض. مثل ما لكم شايفين صار المنظر حلو كتير وخرافي. بنحط عليهم هون يا شباب كمان لمبات عشان يضووا بهذا الشكل بشكل منتظم هيك هيك. لا هون نكسر هاي بنحطها هون، وحده بالنص، وحده هون، وحده هون يا شباب، وحده هون، وحده بالزاويه، وحده هون، وحده بالنص. مثل ما لكم شايفين هيك بنكون خلصنا البيت. طبعا بيت صغير ململم على قد الحال، بس حلو وخرافي وموجود فيه وكل شيء، ان كان بدك تخزين يا صديقي، وان كان بدك كمان آلة تطوير والى اخره. بندخل على البيت مثل ما لكم شايفين، هي عندكم افران وبارلات للتخزين يا شباب. نطلع لفوق، بنفتح التراب دور، بنوصل، بنسكر التراب دور. في عنا هون آلة تطوير، عنا تشستات، عنا افران، عنا فرن وجريندستون، وعنا انفيل. فيب يا شباب لهون بكون وصلت معكم لنهاية موضوعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. اذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.